بتاعتي؟ بص يا دكتور، قبل ما نسأل السؤال ده خلينا نبقى بنحكي عن تخصصك انت. انت تخصصك ايه؟ انا تخصصي تغذيه. طيب يبقى دلوقتي يلا بينا نرسم الباير بيرسونا او شخصيه البيشنت بتاعك انت. امتى هو بيبقى ماسك الموبايل بتاعه؟ هفترض ان انت مش عارف، هيبقى عندنا حل. الحل الاولاني ان احنا نبقى بنسالهم اما بييجوا عندنا العيادات بشكل الدردشه. الموبايلات دلوقتي بقت واخده كل حياتنا، ايه يعني بتمسكوا الموبايلات بشكل مستمر، تقعدوا دايما على السوشيال ميديا وكده، يعني قولوا لي بتقعدوا امتى، نحاول نبقى بنجيبها بطريقه كده ايه من وسط الكلام. بس لو عايزين طريقه تانية تعالي اقول لك. اما لو هتساليني انا، فبحكم الخبره بتاعتي مع دكاتره التغذيه هقول لك انه انا ببقى عارف البيشنت بتاع التغذيه دوت بيحب دايما يمزمز في انه يحضر الفطار، فيحب يقعد ويجهز فطار ويركز فيه ويطلعه بشكل حلو ورايق، يمسك بعد كده الموبايل بتاعه على حدود الساعه 11 صباحا مثلا، او بعدها بشويه لما تيجي الساعه 2 وهم بيفكروا هم هيتغدوا ايه، او ممكن الساعه 11 بالليل وهم بيفكروا بقى هم هيطلبوا ايه للدليفري وهم بيكريفوا الاكل كده. هتقولي لي هل دي المواعيد اللي اظهر فيها؟ هقول لك لا، لانك لو ظهرتي مع شهوتهم للاكل، الاكل بلا شك هينتصر. احنا بقى نظهر بعدها بساعه الا ربع، بعد ما يكونوا هم ارتكبوا بقى الجريمه بيكون في مساحه من الندم، انت فاهمه، وبيكون برده في معاها استعداد او قرار للاستعداد للدايت من جديد. دورك بقى بيجي هنا في انك انت تبقي تظهري لهم، توريهم محتواكي، تهوني عليهم، تعرفيهم اسلوبك الرحيم والتعامل السهل والسلس في الدايت. طلبي منهم ان هم يبقوا بيبعتوا لك رسائل علشان تبقي بتعرفي يعني ببساطه تفاصيل اكتر عنهم.